يعني هو احنا كل اراضينا كلها مقدسه وطاهره. احنا غيرنا معانا الاغنيه صح، وان انا بقول للسعوديه ارض مقدسه ومصر ارض مش مقدسه. التحقيق مع عمر كمال بعد اتهامه بالإساءة لمصر. طب ليه أنا أنت مصري في إيه؟ بسأل نفسي. وهل استفز حسن شاكوش وحمو بيكا هاني شاكر؟ وما سبب غياب لورا أبو أسعد لثمان سنوات؟ إنه بعد اللي صار معي بمسلسل روز حرمت إني صرح على بكير. هيدي الدورة دايماً إلى نكهة جديدة. سعيدة وبشكر ضيافة على التكريم، فالحمد لله كان إضافة. هذا النجوم يحتفلون بطلال مداح في الضيافة. ضيافة ولد كبير، النجمة الذهبية نوال الزغبيب. دايما التقدير بيعطي حق أي إنسان اجتهد، فشكرا على هذا التقدير. وذا ستارز يرافق بلقيس بافتتاح علامتها التجارية. نحس بحالي، نحس براسي أميرة وملكة. هاي الأخبار وأخبار أخرى بعد قليل. مساء الخير مشاهدينا، حلقة فيها أحداث كثيرة، والبداية من مصر مع قضية مغني المهرجانات عمر كمال الذي خلق ضجة كبيرة في حفله بموسم الرياض بعد استبدال عبارة أغنيته الشهيرة خمور وحشيش لتمور وحليب لأنه يقف على أرض السعودية التي وصفها بالطاهرة. إلا أن الجمهور المصري ونقابة المهن الموسيقية استنكروا تصرفه وتمت إحالته للتحقيق، معتبرين أنه عمر كمال أساء لمصر. أنه اللي عمله ده إقرار منه أن اللي بيغنيه طول الوقت في مصر خطأ وفيه يعني تأثير سيء على الشباب. إحنا غيرنا معانا الأغنية صح؟ طب ليه أنا أنت مصري في إيه؟ بسأل نفسي. هكذا كان تساؤل عمر كمال في أول رد له بعد اتهامه بالإساءة وإهانة مصر في حفله. واشرب خمر وحشيش، واشرب تمر وحليب. وبعد هذا الفيديو هاجم كثيرون عمر كمال، وبدورها نقابة المهن الموسيقية عبرت عن غضبها وأصدرت بيان فيه: مصر وطن مقدس ومصان، عرفت التوحيد قبل الأديان، واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان، وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد، لكن مصر لا تهان. يعني هو إحنا كل أراضينا كلها مقدسة وطاهرة، وكل واحد فينا يضحي بحياته عشان أرضه وعشان وطنه. هاني شاكر نقيب الموسيقيين رد على عمر كمال بإحالته للتحقيق وعلق على هذه الواقعة قائلا: واجبنا أن نتحرك ضد أي إساءة لمصر. جمهور مصر يبقى عنده زي جمهور السعودية، أرض مصر الطاهرة تبقى عنده زي أرض السعودية الطاهرة. وإن أنا بقول للسعودية أرض مقدسة ومصر أرض مش مقدسة، ده طبعا كلام غلط جدا، انا ما قلتش كده وما سئلتش اصلا في الموضوع ده وما قلتش حاجه زي كده خالص. عمر كمال بسرعه دافع عن نفسه بهذا الفيديو: انا ما سالتش لمصر وما قلتش اي حاجه تسيء لمصر خالص ولا جبت سيره مصر. ونشر فيديو له من حفله بتونس بيفتخر فيه حسب تعبيره بمصر. عمر عاد لمصر بعد استدعائه وقال انه نقابة فهمت وجهة نظره. تفضلوا جدا وتفهموا وجهة نظري، انا بشكرهم جدا 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 جدا. كما نشر كمال صورة له من داخل نقابة الموسيقيين بعد خضوعه للتحقيق بتعليق: الحمد لله ربنا كريم ومش رايد انه حد يشمت فيها. احنا ملوك النزهة واسألوا علينا. عمر كمال أحيا حفل مع حسن شاكوش وحمو بيكا في موسم الرياض رغم منعهما في الغناء في مصر، ونشروا صورة لهما مع بعض، واعتبر جمهور كبير أنهم يبعثون رسالة مبطنة لهاني شاكر. وبعد قرار بمنع مطربي المهرجانات عاد هاني شاكر من جديد في خطوة مفاجئة بإصدار بيان عاجل تتبرأ فيها النقابة من مطربي الراب، وذلك بعد انتشار مجموعة من أغاني الراب تحتوي على كلمات غير لائقة وبذيئة.
واعتبر كتار انه الناس أذواق. فحمزة نميرة اللي بيغني أغاني عن الحب والوطن رد على متابع له كتب له أغاني كلها هابطة ما فيها إلا اللحن، ورد حمزة على هالتعليق بالقول: التاء المفروض تبقى عليها نقطتين، التاء المربوطة دي عليها نقطتين والهمزات كلها طبعا. وقد يكون هذا التعليق لاستفزازه. أما التي استفزت الجمهور كذلك هي دومينيك حوراني، التي ظهرت وهي ترتدي بنطلون مرسوم عليه صور لمريم العذراء، وتم الهجوم عليها بشكل كبير، لكن سرعان ما بررت دومينيك تصرفها واعتذرت معتبرة أنها لم تنتبه. أنا بعتذر على قصة البنطلون، ما كان قصدي وخلص رح أحرقه، بس بليز ما بقى كل واحد يزيد علي، خاصة بالنسبة لديانتي ولحب لديانتي. ورغم ذلك الجمهور مستمر في مهاجمتها. أما اللي اشتقل الجمهور وعادت للساحة الفنية بعد غياب 8 سنوات فهي لورا أبو أسعد، يلي قابلناها وسألناها عن سبب غيابها. وأنا اشتقت يعني عطيت وقت لحتى أعمل أسرة، وولد وبنت حلوين هيك كتير، وهلأ هيك كتير لذيذين وواثقين من نفسهم وشاطرين بالمدرسة، وهلأ أنا مأمنة إنه إذا بعدت عنهم شوي يعني كل شيء رح يكون تمام. والله أنا قاعدة ببيتي وبغرفتي بين أربع حيطان وكل حيط سمعته هالقد. فالورا أبو أسعد اشتهرت بإتقانها العديد من الأدوار، من شان هيك أنا اعتمدت على نفسي. كذلك لورا اشتهرت بالدوبلاج في الرسوم المتحركة مثل ريمي وكانت هي صوت نور للممثلة التركية سونغول أدان في المسلسل الشهير نور ومهند. كل شيء كان بدي اياه اسس عيلة مع مهند. وانا مو بس عملت دور نور، عملت الاشراف العام على المشروع كله. مهند اللي بعرفه بيستغل حتى الثانية. وسألنا لورا عن جديدة الا انه فضلت عدم الرد، والسبب انه بعد اللي صار معي بمسلسل روز حرمت اني صرح على بكير، لانه كان كل شيء جاهز يعني، وعلى اخر لحظة صار ظرف ومنعني من اني اشتغل. المخرج وضح لنا سبب استبدال لورا ابو اسعد بنادين تحسين بيك. للاسف صار معه وعكة صحية باخر لحظة بالتصوير بيوم، بس ان شاء الله يعني اول ما حط رجلي باللوكيشن بحكي. لك ليش هيك عم تحكي؟ ليش هيك عم تحكي؟ بابا هيك بيحكوا المقابلات. واحنا اكيد في انتظار لورا ابو اسعد وهذه المقابله بعدما حضرت لمهرجان ضيافة بدورته الخامسة. ومهرجان ضيافة لحد الان حديث الجمهور بعدما حضره اهم نجوم العالم العربي وتم تكريم شخصيات عديده. والضيافة هالسنة مهداة للموسيقار الراحل طلال مداح اللي أثرى الخزانة الفنية السعودية. هيدي الدورة دايما إلى نكهة جديدة لأن هي بتحمل أول شيء عنوان كتير كبير يلي هو إهداء للفنان السعودي طلال المداح. نحن بهمنا دايما أنه كل سنة نضوي على نجاحات خالدة بالذكرى لناس سبقونا. مقادير يا قلبي العنا مقادير. فمصطفى العبد الله قدم للراحل طلال مداح أغنيته الشهيرة مقادير. وعبر مصطفى With The Stars عن سعادته بذلك. إن اليوم نعيش حالة استثنائية، هذه الدورة مسجلة باسم فنان قامة فنية مهمة الفنان طلال مداح، وهذا الشيء مهم جدا. اليوم أنا شرف إلي أجسد شخصية الفنان الراحل طلال مداح وأقدم أغنية من أغانية على المسرح. هذا شرف إلي وسام على صدري في على الصعيد المهني والفني والشخصي. النجمة الذهبية نوال الزغبي. كما كرم المهرجان العديد من النجوم من بينهم أنغام، ملحم زين، نوال الزغبي. دايما التقدير بيعطي حق أي إنسان اجتهد وعطى من قلبه، وكتير مبسوطة كتير سعيدة يعني بهذا الموضوع. سيف نبيل، لوجين عمران، وليلى علوي. سعيدة وبشكر ضيافة على التكريم وبشكر الجمهور كله. حضوري لضيافة صراحة أنا شيء فرحني إنه التقيت ويا ناس محترمة وناس طيبة، ناس تعبانة على نفسها، فالحمد لله كان إضافة هذا. تدري راحت قلبي يماك
تدري صاير حتى شمه. حلو كثير نشوف انه رجعنا نتجمع مره ثانيه، نشوف اصحابنا الاعلاميين الفنانين وجها لوجه مو على السوشيال ميديا، فحلو كثير هذا الشيء اكيد، ويسعدني ويفرحني كل هوايه. فرصه جميله وفينيو جميل ان نتواصل ونتعرف على زملائنا اللي مرينا فتره كورونا كلها ما قدرنا نشوف احد منهم، فهذا الملتقى وهذا المهرجان فرصة جميلة جداً وذهبية لنجتمع بهذه الوجهة الطيبة. ومصطفى الآغا سرق الأضواء بحضوره كمان، وكرم لاعب كرة القدم السعودي ياسر القحطاني. الضيافة بعتبر نفسي جزء من فريق عملها، لأنه الدكتور ميشيل أخ وصديق عزيز. أنا ما حضرت ولا نسخة من ضيافة غير النسخة الماضية وهذه النسخة، لكن ضيافة ولد كبير وعم بيعطي أهمية للحدث من خلال أصلاً المكان المتواجد فيه، وبنفس الوقت نوعية الناس اللي عم تتكرم. في كثير مهرجانات بتكرم أشكال ألوان، هون لا، بيكرموا صاحب البصمة، وهذا الشيء كثير مهم، وكثير مهم أنه ندعم أصحاب المهرجانات اللي بيكرموا أصحاب البصمة. وعلى هذا الأساس اختار الدكتور ميشيل ظاهر المكرمين لهذه الدورة. دايما كل سنة بيكون عنا اختيار مكرمين بناء على التميز والإبداع، كل شخصية مميزة ومبدعة بمجالة أو عملت عطيت بخلال السنة أو عطيت خلال السنين اللي هي سبقت، هي بتكون عنوان مشان تتكرم بالمهرجان. أحلى تحية للإعلامية الجميلة لجين عمران، I love you. وتم تكريم لجين عمران التي اعتبرته تقدير كبير من مهرجان ضيافة. بشكر دكتور ميشيل يعطيه ألف عافية أنه في ظل كل هذه الظروف ما زال في مساحة للسعادة وللفرح وللاحتفاء وللتقدير للناس اللي أعطوا من حياتهم كثير. احنا متواجدين معه تلبية أول شيء لدعوته، وثانيا أنه هو حب يقدر، فشكرا على هذا التقدير. ولم يأمنها بشركتها أرتيسيتا كانت من المنظمين للحفل، فكيف كان التعامل مع الدكتور ميشيل ظاهر؟ أول شيء أنا الدكتور ميشيل كان حابب أوجه له تحية كبيرة، لأنه عقل مخطط كبير، يعني بيعرف كيف يحفظ الإيفنت وكيف يجيب يثير الانتباه أكثر وأكثر، وبيجيب أفكار جديدة. أنا معايا شخصياً إنه صديق وأخ، فبالعكس بحب التعامل معه وبفتخر به وبحب أكون على طول جنبه، إن شاء الله قديما نكون جنب دكتور ميشيل. وغيتا كانت مصرة كذلك أن تحضر الحفل. حيت سدوا المغرب، خديت من المغرب الباغي آخر فول، ومن وراء خديت من باغي لنا. مهرجان ضيافة يعتبر أول مهرجان عربي ينقل بشكل مباشر على تويتر، ودورة طلال مداح كانت تليق بنجم سعودي أعطى الكثير للفن العربي. واتمنى الهنا مقادير. حقيقة الحفل كان كتير رائع، واختلفت إطالات النجوم، وأهم من سرقت الأضواء من الإعلاميات هي لجين عمران وبسنت. عايز تعرف الإطلالة منين صح؟ قبل أي حاجة اللي منفذ لي كل حاجة، الشعر، المكياج، اللبس، ماي اون ستايلست، أسامة الديب موجودة هو هنا، بوجه له تحية أكيد. أسامة تعالى تعالى يا أسامة، هو بيقدر يكلمك أكتر على الإطلالة. هاي أهلا وسهلا. هي بسنت روحها هي اللي بتظهر اللوك أكتر، فحبيت حاجة تبقى ماتشنج مع روحها الألوان، عشان هي شخص على طول بوزيتيف وفي باور وإنرجي، فاخترنا حاجة ألوان تبقى ماشية مع السكين تون ومع الشعر ومع العين، وهي ما شاء الله شي اد هير تاتش. ايوه بالظبط، اي حاجه عليها بتبقى حلوه. الجولري منين النهارده؟ الجولري من ياسيان، والدريس من مايكل سينكو، الميك اب والهير طبعا في تاتش بتاعنا انا وبسنت، ظبطناهم مع بعض شفنا ايه اللي يناسبها. و لا لا بسنت دي لا لا بسنت دي مفيش زيها، دي حبيبتي. حبيب ثانك يو حبيبي. انا بعذبه معقوله؟ ينفع تقولي كده قدام الناس انا ممكن اعذبه؟ ده انا اغلب واحده في الدنيا. حبيبي الفستان شرب الكرم as usual، لانه اكثر مصمم بيفهمني وبيفهم مودي وذوقي. الشعر ستيف، الميك اب علي من ديور، and this is me here in the red carpet with you فهد. فعلاً فهذه الإطلالات كانت كتير حلوة. وبالحلقة المقبلة أيضاً كيف تلقى مصطفى الآغا رسالة من ملك المغرب؟ نعم إجتني رسالة منه بخط يده. واللي تواجدت الأسبوع الماضي في المغرب هي بلقيس، التي افتتحت علامتها التجارية الخاصة بالتجميل.
بلقيس سرقت الأضواء بعد ما تكلمت باللهجة المغربية بطلاقة، وكاميرا وذ ستارز كانت موجودة بالحفل. سعيدة جدا اليوم بوجودي معاكم. فبلقيس تشجعت لأنه تفتح علامتها التجارية بالمغرب بسبب محبة الجمهور المغربي لإلها. الحب اللي غمرتوني فيه من زياراتي في المغرب والاهتمام اللي مهتمين فيه بالسوشيال ميديا وغيره شجعني كتير صراحة أنه أول بلد عربي أفتح فيه البراند هو المغرب. كما صورت بلقيس من جديد أغنية مغربية درامية بجبال الأطلس. التصوير كانت ظروفه صعبة شوية لأنه البرد قارس جدا، والطلوع والنزول من الجبل على رجلينا يعني عييت أنا من وراه، ولكن ان شاء الله انه ذاك الشيء يتوافق مع الاكسبكتيشنز او التوقعات ديال المغاربه مني انا. بلقيس تعد الجمهور ان تكون الاغنيه اقوى من الهيت تعال تشوف. ان شاء الله انه الاغنيه القادمه راح تكون اقوى من تعال تشوف واقوى من لاف از جود، وان شاء الله الفيديو كليب غادي يكون مؤثر في كل الوطن العربي وليس فقط في المغرب. وبلقيس دائما ما ترتدي القفطان المغربي وتقول أنها تشعر بنفسها أميرة بعد ارتدائه. القفطان سيدي هو يعني لباس محتشم وكلاس وشيك وجميل في نفس الوقت، أنيق لكنه كلاس، فكل ما نلبسه نحس بحالي نحس براسي أميرة وملكة. وإحنا أكيد في انتظار عمل بلقيس القادم. والآن مع آخر خبر. 이미 2011년 결혼한 것으로 알려진 고세원 씨였기에 ضجة كبيرة في كوريا هذا الأسبوع بعدما اعترف الممثل جوسيون بالتهم التي وجهتها له حبيبته التي واعدها بعد طلاقه، فهي زعمت أنه تخلى عنها بعد أن علم بحملها منه رغم أنها لم تذكر اسمه في منشورها. وبعد هذه الفضيحة اعترف جوسيون بأنه الممثل المعني بالأمر واعتذر عما حدث، فقال بما معناه: أود أن أعتذر للمرأة أيا كانت الأسباب، لقد حصلت على طلاقي في عام 2017 والسبب الذي جعلني لا أكشف عن طلاقي هو أننا اتفقنا بأننا سنعود لبعضنا البعض، لكن انتهى بنا الحال بالانفصال في النهاية. وبعدها التقيت بتلك المرأة نهاية العام الماضي وتواعدنا لقرابة 3 أشهر. مجددا أنا أعتذر بصدق لأولئك الذين استاءوا مني. ورغم اعتذاره الجمهور يهاجمه بشكل يومي، خصوصا بعدما نشرت الفتاة وثيقة طبية تبين إجهاضها للجنين، فقالت له في رسالة نصية: أردت إبلاغك أننا ودعنا طفلنا الذي لم يولد. طبعا الحياة الخاصة للمشاهير بتأثر عليهم وبتأثر كمان على مسارهم المهني. صحيح ألاء، لكن الموديل الكوري الشهير سونغو يركز فقط على عمله ويطمح لأن يكون نجم عالمي، وهو ضيفنا في ذا ستارز. فهكذا كانت بداية سونغو. 저는 싱가포르에서 첫 해외 활동을 시작했었고 그 이후에 이탈리아 밀라노도 갔었고 아 그 전에는 홍콩에도 갔었어요. 근데 제가 좀 이른 나이에 큰 꿈을 가지고 사실 도전을 한 건데 여러 가지 이유로 꾸준히 해외에 나가지는 못했어요. 학교도 병행하다 보니까 나가지 못했는데 뭐 이제 코로나도 괜찮아지고 제가 이번 학기 이제 졸업을 하니까 내년부터는 해외에 조금 편하게 제가 하고 싶은 일을 하러 나갈 수 있을 것 같습니다. ونحن سألنا سونغو ما هي الدولة العربية التي يريد أن يقدم فيها عرض الأزياء. 두바이에 가장 먼저 가보고 싶긴 해요. 한국 모델들한테 두바이 모델 시장이 그렇게 잘 알려지지는 않는 곳이라고 알고 있는데 그렇게 잘 알려지지 않는 곳에 가서 많은 활동을 한번 해보고 싶긴 합니다. وفي حسابه انستغرام نجد له متابعين من العالم العربي، فكيف تعرفوا على سونغو؟ 사실 K-POP이나 K-드라마 영향이 좀 큰 것 같은데 제가 인스타그램을 꾸준히 하다 보니까 그럼 뭐 한국이라는 나라를 좋아해 주는 외국 팬분들이 계시다 보니까 저한테도 관심을 가져 주셨고 그러면서 외국 친구들이 많이 생기면서 자연스럽게 아랍 쪽 팬들이 생긴 것 같습니다. وهذا طموحه في السنوات المقبلة. 코로나 때문에 사실 해외 활동을 제가 많이 못했어요. 그래서 내년쯤이면 상황이 좀 좋아지지 않을까 싶어서
해외 활동도 계속 하고 싶고 유명한 브랜드 캠페인 광고를 찍어서 좀 각국에서 활동을 하는 그런 모델이 되고 싶습니다. 그 التوفيق لسونغو ومن كوريا لبوليوود. فإجراءات مشددة بزفاف كاترينا كييف وفيكي كوشال اللي حيقام يوم 9 ديسمبر. فالعروسين منعا حضور الصحافة بشكل نهائي ومنع أيضا استخدام الهواتف أو التصوير، والضيوف حيوقعوا على التزام عدم إفشاء تفاصيل الزفاف من بين موقع الحفل أو وضع أي صورة على حساباتهم على السوشيال ميديا. وتم حجز 45 فندق في رنتنبور للضيوف من بينهم أليا بهات، كارن جوهر، سلمان خان وشاروخان. ورغم أن كتار تفاجأوا من قرار كاترينا وفيكي إلا أن الجمهور تمنى لهما السعادة. وسعادة كبيرة عم بيعيشها سينام كوبال وكينان أميرزالي أوغلو اللي عم ينتظروا مولودتهم الثانية بعد طفلتهم لالين، وشاركوا جمهورهم بفرحتهم. كما هكذا كانت فرحة واحتفال فريق عمل مسلسل جبل القلب بنجاحه، وتصدر الريتينج الأسبوعي في جميع الفئات لهذا الأسبوع. فالصدارة أيضا كانت من نصيب لمسلسل قلب أرسلان، فالمشاهدات كانت عالية جدا بحلقته الرابعة، والجمهور بيعتبر أنه يستحق هالمكانة. كمان مسلسل المنظمة ارتفعت نسب مشاهداته بالحلقة 24. إلا أنه رسمياً مسلسل الضيف لقناة فوكس ينتهي عند الحلقة 5 بسبب نسب المشاهدة الضعيفة، وقد يكون سبب الإيقاف حسب تعليقات الجمهور التركي السيناريو الممل وعدم الترويج له بشكل كبير، رغم وجود نجوم كبار مثل بورا جيروسوي وهزال كايا. أما ناسلي هان أتاغول فكرمت كأفضل ممثلة أجنبية وعبرت عن سعادتها بهالجائزة اللي حصلت عليها بدبي. Mutluyum, hem de aynı zamanda heyecanlıyım. Beni işte bu ödüle layık gören herkese az önce teşekkür ettim. Beni destekleyen eşime, aileme, beni sevenlere de teşekkür ettim orada. والنجوم من مختلف أنحاء العالم باركوا لدولة الإمارات عيدها الوطني 50، متمنين لها دوام الأمن والأمان. ونحن بدورنا منبارك للإمارات الحبيبة قيادة، حكومة وشعبا، كل عام والإمارات بألف خير، بلد الفرص والنجاحات، والبلد يلي علمتنا أنه ما في شيء مستحيل. صحيح، على 50 عاما من الإنجازات، 50 عاما من التفوق واللا مستحيل. دام عزك يا الإمارات، وكل عام وأنتم بألف خير. تحية مني أنا آلاء الحلبي وأنا فهد الهاشمي. إلى اللقاء.